هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. هنكمل في الفيديو ده تكملة الفيديو الاولاني للمعزة اللي هي الجسم. احنا بنشتغل المعزة بباترون غزالة، وانا عشان عملت معزة فانا هشتغل بنفس الباترون بالظبط شكل الغزالة، وشوفوا انتم حابين تشتغلوها بالمعزة او بالغزالة، هما الاتنين نفس الباترون بالظبط. في الفيديو اللي فات احنا خلصنا الرجلين وخلصنا الجسم وعملنا الديل والرقبة. في الفيديو ده هنعمل الراس، وهي نفس الراس بالظبط سواء في الغزالة او في المعزة. الودان هي اللي هتختلف، دي هيبقى ليها قرون صغننة كده برضو هتختلف، اقول لكم عليها ازاي. نفس رسمة العين بالظبط هتبقى موجودة معايا، بس الوش هنبدأ بلون فاتح، بعدين هرجع اعمل الدرجة بتاعة الكافيه دي. المعزة هنعملها كلها بنفس لون الجسم. هنبدأ باللون الفاتح، هعمل دايرة سحرية، هعمل جواها 6 حشو، 1 2 3 4 5 6. هشد الدايرة دي كويس، وبعدين هجيب خيط لون مختلف عشان نحطه للماركر. حطها كده، بعدين اعمل 12 غرزة بالتزايد، يعني في كل سلسلة هعمل 2 حشو. اتنين، أربعة، 6، 8، 10، 12. هعدل الماركر، وبعدين هعمل غرزة حشو وتزايد. حشو يعني غرزة لوحدها، والتزايد غرزتين في نفس المكان. حشو وتزايد، زي ما بدأت بحشو هنهي بتزايد. مينفعش ابدأ باتنين تزايد مع بعض ولا باتنين حشو مع بعض. هعمل بعد كده دور ثابت من غير ما ازود ومن غير ما نقص، يعني المفروض ان الدور ده منهي معايا ب 18 غرزة، ده برضو الدور الثابت هيفضل على 18 غرزة. بعد ما عملت الدور الثابت هعمل 2 حشو، 1 2 تزايد، 1 2 تزايد، 1 2 تزايد، 1. هفضل ماشية كده 1 2 تزايد لحد اخر الدور اللي انا شغالة فيه. بعد ما عملت تزايد 2 اخر الدور، في الغرزة الأخرانية بتاعت التزايد الغرزة الأخرانية فيها أنا مش هشتغلها كاملة، هسيبها مفتوحة لأني هقفلها بالدور اللون الجديد. هعمل بعد كده اقفلها باللون الجديد بالطريقة دي، وبعدين هفضل ماشية على الطرف دوت ونهاية اللون الأوف وايت اللي معايا، لأن أنا مش عاملة دي عقدة بداية ولا قفلة دي بمنزلقة. هشتغل دور ثابت، همشي الفتلتين دول جوه الشغل لحد ما اخلص الدور. انا كده خلصت الدور الثابت وطلعت الماركر ده قدام. هعمل بعد كده 8 حشو، 1 2 3 4 5 6 7 8. كده في الاول 8، بعدين هفضل شغالة باقي الدور تزايد 2 حشو، تزايد 2 حشو. هعمل تزايد وبعدين 2 ورا بعض، 1 2 تزايد،
واحد اتنين تزايد، واحد اتنين تزايد. بعد ما خلصت الدور ده كان اول حاجة 8 حشو، بعد كده تزايد 2 تزايد 2 لحد الاخر. الدور ده واقف معايا على 30 غرزة حشو. هعمل بعد كده دور ثابت برضو هيبقى على 30 غرزة. بعد ما خلصت الدور الثابت هعمل تقريبا دور تاني شبه اللي كان تحت هنا، بس هعمل 8 حشو الاول. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، ستة سبعة تمانية. بعد كده هعمل تزايد 3 حشو، هو شبهه بالظبط في حتة ان انا بدأت بالتمانية وان انا هكرر الجزء الاخراني ده لحد الاخر، بس الفرق ان هنا كان تزايد 2، ده هيبقى تزايد 3 لحد الاخر. تزايد وبعدين واحد اتنين تلاتة، تزايد واحد واحد اتنين تلاتة لحد اخر اللاين اللي انا شغالة فيه. الدور اللي بعد كده هيبقى كله ثابت، مفيش تزايد ومفيش تناقص في الدور ده. يبقى انا بعد ما عملت 8 حشو بعد كده تزايد 3 حشو، تزايد 3 تزايد 3 تزايد، الدور اللي بعده انا هطلعه كله ثابت. طيب الدور اللي بعد كده بعد الدور الثابت انا هعمل 8 حشو وبعدين تزايد 4 حشو وهكرر لحد اخر الدور. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية، بعدين تزايد 4، واحد اتنين تلاتة أربعة، تزايد 4، تزايد 4، تزايد لحد آخر الدور. بعد الدور اللي هو 8 حشو بعدين تزايد 4، تزايد 4، تزايد 4، هعمل دور ثابت من غير ما ازود ومن غير ما انقص في الدور كله. بعد ما عملت الدور اللي هو الثابت اللي هنا هعمل بعد كده 8، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية. المنطقة اللي فيها غرز التمانية دي كلها دي اللي هتبقى تحت، والجزء الزايد ده هيبقى فوق الوش من فوق عشان يبقى طالع كده. طيب بعد كده انا هعمل غرزة تزايد، بعدين 9 حشو، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية 9 تزايد، كرر تاني 9، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية 9 تزايد، بعد كده هعمل دور ثابت وهبدأ بالتناقص بعدين. كده عملت الدور الثابت، هعمل بعد كده 8، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية، تناقص
وهفضل ماشي بنفس الطريقة 8 تناقص 8 تناقص لحد ما اخلص الدور. بعد ما عملت 8 تناقص الدور اللي بعد كده 5 تناقص، 1 2 3 4 5، وبعدين تناقص، وهفضل ماشية بنفس الطريقة دي لحد آخر الدور 5 تناقص. الوش بدأ يبان اهو، المفروض ان الجزء المستقيم ده اللي هو كان فيه 8 هي اللي بتبقى تحت، الجزء اللي هو اللي عامل فوليوم من فوق ده الوش من قدام. الدور اللي بعد كده هيبقى 4 تناقص، 1 2 3 4، بعدين تناقص، وهفضل ماشية بنفس الطريقة دي لحد آخر الدور 4 3 4، وبعدين تناقص لحد آخر الدور. بعد ما عملت 4 حشو تناقص هعمل بعد كده 3 حشو تناقص، 1 2 3، بعدين تناقص، 1 2 3، تناقص، 3، اتنين، 3، اتنين، 3، آخر غرزة ناخدها تناقص. بعد كده هشتغل 2 حشو وبعدين تناقص، اعدل الماركر اللي ورا، وبعدين 2 حشو، 1 2، تناقص، 1 2، تناقص، 1 2، واحد، 2، تناقص، 1 2، واخر غرزتين معايا اخدهم تناقص، نحشي فايبر وبعدين نكمل التناقص. حشيت الفايبر وظبطتها كويس، حطيت الماركر تاني، بعدين هكمل التناقص، غرزة حشو وتناقص، غرزة حشو وتناقص، حشو، تناقص، بعدين تناقص بتاعنا. اخر دور انا هعمل تناقص في كل الغرز وهقفلها خالص، هاخد كل 2 مع بعض، اخر غرزتين انا هلاقيها لسه مفتوحة دي انا هقفلها بإبرة التنظيف، نقص الخيط طويل شوية عشان نعرف نعمله. شيل دي، نجيب إبرة تنظيف،
هقفل بقى الجزء ده كده بالسراجة عشان ما تبقاش باينه خالص، وبعدين ادخلها في وسط الشغل، اطلعها من اي غرزه واقصها. المفروض تبقى من ورا كده نظيفه، لان دي اللي هتبقى باينه زي كده. دي الجزء اللي كان عالي، وده الجزء اللي كان كله تمانيات ورا بعض، فهتحسيها بطاطا كده من الشام، وهنا عامله فوليوم من قدام. دي هتبقى كده تمام. انا عامله الودان بتاعت الغزاله، تبقى دي الناحيه دي ودي الناحيه دي، وفي القرون بتاعتها تبقى هنا. لما تتركب هتلاقي الشكل بقى واضح شويه. طيب القرون والودان بتاعت الغزاله انا هقولها شفوي، لان الودان بتاعت المعزه انا هعملها عملي قدامكم. دي انا عملت دايره سحريه فيها سته، السته بقوا سته برضو دور ثابت، يعني سته ودور ثابت، وبعدين 12 واربع ادوار ثابتين، عملت منهم اتنين. المفروض ان هي تبقى عامله متنيه كده، دايره سحريه حطيت فيها سته وعملت دور ثابت يعني سته برضو، وبعدين 12 غرزه بالتزايد، وطلعت اربع ادوار ثابتين الودنين قد بعض. ودانها ما بتبقاش طويله قوي، هي بتبقى صغيره. دول عملت دايرة سحرية وحطيت فيها سبع حشو، وكملت للآخر سبع زي ما هما، بيبقى على حسب الطول اللي انتوا عايزينه، بس انا شايفة ان دول كده طولهم مناسب. ودول الصغيرين اللي هيركبوا من هنا هيبقوا الحروف كده. ده برضو نفس الكلام، دايرة سحرية وحطيت فيها سبع حشو ونزلت بيها تلات ادوار ثابتين. طيب بالنسبة للودان بقى بتاعت المعزة، دايرة سحرية هنحط فيها ستة حشو، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، هنشدها وفين بعد كده هعمل 12 غرزة بالتزايد، يعني في كل غرزة اتنين حشو. اتنين اربعة ستة تمانية عشرة اتناشر. بعد كده هعمل دور ثابت من غير ما ازود ومن غير ما انقص، يعني هيفضلوا على 12 غرزة. بعد ما عملت الدور الثابت هعدل الماركر، وبعدين هعمل خمسة حشو، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة تزايد، وبعدين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، والغرزة المتبقية معايا هتبقى تزايد. بعد كده ستة تزايد، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة تزايد، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، واخر غرزة عندي هتبقى تزايد. نعدل الماركر، هعمل سبعة تزايد، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تزايد، واحد اتنين تلاتة اربعة
خمسة ستة سبعة، وآخر غرزة زيت. هعمل بعد كده دور ثابت، هعمل بعد كده سبعة، سبع حشو، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة، تناقص واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة، تناقص. هعدل الماركر الناحية التانية وابدأ الدور اللي بعده، ستة حشو تناقص، برضو هيتكرر مرتين، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، بعدين تناقص، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، وبعدين تناقص. الدور اللي بعد كده خمسة حشو تناقص، هعمل واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، تناقص واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، تناقص. اللي بعده أربعة، واحد اتنين تلاتة أربعة، تناقص واحد اتنين تلاتة أربعة، تناقص. اللي بعده هعمل تلاتة تناقص، واحد اتنين تلاتة، تناقص واحد اتنين تلاتة، بعدين تناقص تناقص، وبعد كده هطلع دورين ثابتين من غير ما ازود ومن غير ما انقص. انا كده عملت الدورين الثابتين، هعيد من الاول تاني. انا عملت ايه؟ عملت دايرة سحرية وحطيت فيها ستة حشو، والستة بقوا 12 بالتزايد، وبعدين دور ثابت خمسة حشو تزايد، ستة حشو تزايد، دور ثابت، بعدين رجعت اعمل تناقص تاني عكس ما انا زودت، تناقص سبعة، تناقص ستة، تناقص خمسة، تناقص اربعة، تناقص تلاتة، وقفت لحد تناقص تلاتة وعملت دورين ثابتين. هي ما بتتقفلش، هي بتفضل كده ومش بتتحشي، بتفضل طرية كده. انا بعد الوش بشوف ليه الجزء بتاع التمانية دول الناحية دي، بخليها هنا، هتلاقيها مبططة شوية من هنا، بحطها كده زي ما دي محطوطة تمام. مش عارفة باصص كده ليه، بس علينا، هيبقى محطوط بنفس الطريقة دي كده، وبحاول اسيب مسافة ما تبقاش فوق قوي ولا تبقى تحت قوي، تبقى في النص بالظبط. يعني يعتبر في انهي دور؟ هيبقى من اول هنا، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر، هيبقى الجزء ده هيبقى واخد اربع ادوار، اللي هو خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر، من خمستاشر لتمنتاشر هيبقى واخد الاربع ادوار دول. هنعمل منها اتنين، انا مش هعمل منها اتنين لان انا عايزة اعملها غزالة كده. ما فضلش غير تفاصيل الا الوش بس. انا بعد الجزء ده كده عشان احدد الجزء اللي عامل فوليوم من فوق، هدخل الخيط انا هعمل اول عين، بس هي تطلع فوق شويه،
انا طلعت من هنا، انا هاخد 4 تخرام، انا اتعامل معاها على انها اخرام. ده كده اول واحد، 2 3 4 اللي هما اللي عاملين مربع دول، اشتغل فيهم كروس. اللي بيشتغل ايتامين او كنفة هي دي نفس الطريقة بتاعتها، هفضل رايحة جاية عليها كروس ومربع وكده رايح جاي كده، هعملها مربعات واكسات لحد ما تتميلي وتسود خالص. بفضل رايحة جاية عليها لحد ما احس ان هي ما بقاش فيها اي جزء باين من اللون بتاع الشغل اللي انا شغالة كنت في الاول. الطريقة دي كده، وبعدين اروح اعمل بنفس الزاوية الناحية التانية، ما بتبقاش في مسافة بعيدة ما بينهم. انا كده اهو خلصتها وركبت كل حاجة فيها تمام. يا اما بنخيطها بنفس الخيط اللي انا شغاله بيه، يا اما بنلزقها بشمع، بس الشمع يكون على البارد. يعني ايه على البارد وليه على البارد؟ على البارد يعني ما يبقاش سخن قوي، يعني ما يبقاش مطلع دخان من كتر ما هو سخن. ليه بقى؟ لانه لو هو سخن هتلاقي الصوف بيرد تاني، يعني بمجرد ما انا احط ايدي كده واسيبها هتلاقيها هي ردت تاني او فك عن بعض، والشمع اللي انت حطيتيه في النص هيبدأ ينشف، وهو متوصل ما بين الجزئين دول هيبقى صعب تقصيها، لان هتبقى واخده فتل من الشغل اللي انت اشتغلتيه، فلو قصتيه فهتقص الشغل. لكن البارد هو يدوب بس تحطيهم على بعض فتلاقي هي لزقت على طول، مش هتفك منك تاني. ده كده بالنسبه هما، تلاقيهم هما نفس الباترون نفس كل حاجه فيه، بس الشكل الوش هو اللي متغير. الودان احنا عرفنا بتتعمل ازاي، الشعر اللي قدام ده بنركبه زي الشراشيب بتاعت الكوفية بالظبط، هما يدوب بس كده 10 فتلات بنلمهم ونحطهم في غرزة واحدة، مش بنرصصهم في كذا واحدة يعني عشان يبقى اتجاههم واحد، وبنسرحهم كده من قدام بيبقوا طوال. بالنسبة للطاقية انا بدأت بدايرة سحرية وبعدين عملت 6، الستة بقوا 12، تزايد 1، تزايد 2، تزايد 3، عملت دور ثابت على نص السلسلة اللي جوه عشان يديني الكسرة بتاعت الطاقية اللي موجودة هنا. بعد كده بدأت ادخل اللون التاني، بعمل 1 2 3 4 5 ولون مختلف، 5 ولون مختلف، 5 ولون مختلف. الدور اللي بعده هو نفسه، بس اللي في النص بعملها اللي في النص، وبعمل قبل وبعد. الدور اللي بعده هما نفس اللي في النص قبل وبعد، يعني الرسم هنا هلاقي هنا اللون ده الغامق اللي انت حاطاه في النص، 1 3 5. طبعا هنخلي بالنا او هنركز اكتر على اللون الغامق، بمجرد ما هناخد بالنا من ده هتلاقي اللون الفاتح كمان بدأ يعمل الرسمة بتاعته. هي فيها زي شغل تابستري كده شوية، لو مش عارفة او مش حباها او عايزة حاجة سريعة ممكن نعمل دور ودور. لو انت عندك خيط جنجا، الدرجات بتاعت البيج والبني الاخضر الحاجات دي ممكن برضو لو اشتغلنا بيها غرز حشو عادي من غير تابستري هتلاقيها طلعت لك شكل حلو. بس دي انا عملت دور ثابت، وبعد كده اول دور 5 ولون مختلف، 5 ولون مختلف. الدور اللي بعده هو انا مش ماشي على باترون، يعني حتى لو الحرف بتاعه البداية بتاعته هتلاقي فيها لخبطة شوية، الجزء اللي ورا فيها لخبطة شوية، انا مش ماشي على باترون، هي طلعت كده. اللي في النص لوحدها، وبعدين اللي قبلها واللي بعدها واللي فوقيها، اللي قبلها واللي بعدها، والتلاتة اللي في النص، فبقى 1 3 5. هما الادوار دي بس، ما بعليهاش اكتر من كده. طبعا دي انا حشيها من جوه فايبر علشان ما تنزلش او ما تهبطش لجوه. وعايزة تركبي جرز من ده ركبي بس كده. ده كده الباترون بتاع الغزالة، عملنا بيه المعزة. الغزالة دي ممكن تنفع برضو نخلي الباترون بتاعها للكريسماس، الحاجات اللي هي مع بابا نويل بيبقى برضو فيه غزالة، فدي هتنفعنا في الكريسماس مش دلوقتي، بس الباترون ده هينفعنا حاليا في رشيدة لرمضان. كل سنة وانتم طيبين، واستنوني في فيديو جاي.